11 شهرا قضاها المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية، نحو 330 يوما ألقى خلالها 12 خطابا فقط، بينما اتخذ نحو 50 قرارا جمهوريا تمس حياة المواطنين اليومية. أحدث قرارات الرئيس منصور كان قرار بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو القادم بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل. وكان من بين أوائل القرارات التي اتخذها منصور منذ دخوله قصر الاتحادية قرار تشكيل لجنة تعديل الدستور في يوليو 2013، فضلا عن قرار حل مجلس الشورى. بين هذا وذاك اتخذ منصور العديد من القرارات نقف على أبرزها. في نوفمبر 2013 حيث أصدر قرار بقانون لتنظيم حق التظاهر السلمي. في ديسمبر 2013 أيضا أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قومية لتقصي الحقائق خلال أحداث ثورة 30 من يونيو. أما في يناير من عام 2014 فصدر أحد أهم قرارات الرئيس منصور بتعديل خارطة المستقبل لتبدأ بالانتخابات الرئاسية أولا، تليها الانتخابات البرلمانية. كذلك أصدر قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أصدر قرارا جمهوريا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية للتيسير على المواطنين الوافدين للإدلاء بأصواتهم. كما صدر قرار جمهوري بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسي بالعفو عن عشرات المتهمين بارتكاب جرائم قتل وترويع الأبرياء، على أن تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. فبراير من عام 2014 صدر قانون كادر المهن الطبية لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، بحيث يستفيد منه 464 ألف طبيب وممرض. وأصدر منصور في مايو الماضي قرارا بقانون بتنظيم الإسكان الاجتماعي، بحيث تتولى الوزارة اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها. كما صدر أيضا قرار جمهوري بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بحيث يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد طرفها الدولة من أطراف التعاقد دون غيرهم. ومن أحدث قرارات الرئيس منصور أيضا قرار جمهوري بقانون ينص على أن العلم الوطني والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها ومعاقبة وتغريم من يهين العلم الوطني.